بغيت نوجه واحد رسالة لواحد صديقة عزيزة، واحد الأخت رائعة طيبة محبة ما شاء الله عليها، حادقة يعني أفكارها رائعة جدا وتصرفاتها أروع وأكلاتها يعني الوصفات اللي كدير هي والأم ديالها حاجة فاطمة الله يحفظها لها، رائعة رائعة جدا ويعني قدوة يقتدي بها كل شخص في الأفكار في العقل في الطبخ في الحداقة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني هاد كلمات قليلة بحقك يا نجوى، بحقك يا سيدة الدار. القناة ديال سيدة الدار، الناس اللي ما عارفينهاش، قناة رائعة ديال الطبخ، جميلة جدا جميلة جدا. انا كان يعني جميع الوصفات ديالي اليومية كنستعن بهذه القناة ديال سيدة الدار، لانها يعني وصفتها ناجحة 100%. والناس اللي جاوا عندي من قناة سيدة الدار كنقول لهم اهلا وسهلا ومرحبا حبيباتي بكم، كنشكركم على الدعم ديالكم ليا، وكنشكرك يا نجوى يا سيدة الدار، كنشكرك حبيبتي على الدعم اللي المتواصل اللي عطيتيني، وعلى هذه المساعدة القيمة اللي مديتيها ليا. يعني فعلا فوق التخيل ديالي، ما كنتش نهائيا متوقعة ولا متخيلة ان شي شخص غادي يساعدني بهذه الطريقة اللي ساعدتيني حبيبتي نجوى. يعني كنتي جد سخية في المساعدة ديالك ليا وفي الدعم ديالك ليا حبيبتي. انا مهما تكلمت ومهما شكرتك ما غاديش نوفي لك حقك ديال الشكر، وما غاديش نجازيك قد ما غادي يجازيك الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ربي يجازيك بالمليون وبجوج المليون ديال المشتركين حبيبتي، لانك تستاهلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي في الله. قبل ما ندخل في الموضوع، أنا خارجة دابا أنا ورجلي في هذا الجو، يعني في العاصفة كيف ما كتشوفوا هذا الكاميو هذا اللي كيدوز دابا راه كيحيد الثلج. العاصفة من البارح هي خدامة، الدنيا كلها عامرة بالثلج. هانتوما كتشوفوا هذا الراجل راه كيحيد الثلج بهذيك كتسمى سنو بلور، سميتها بالفرنسي سوفلوز. فوالا الطريق كتزلق بزاف، يعني بنادم ما خصوش اكسيليري، ما خصوش يجري بسرعه في هذا الجو تماما، لان كتكون السياقه صعبه جدا وكيكونوا حوادث السير كثار. كيف ما كتشوفوا راه الدنيا عامره دابا، حتى لوطوغوت غتكون عامره بهذا الشكل. المهم انا قلت ندير لكم التقديم بعدا تشوفوا هذا الجو هذا اللي كنعيشوه عده مرات في خلال فصل الثلج. كيكون الترونسبور ديال سكولير انولي، يعني النقل المدرسي كيتانولا، حنا اللي دينا الوليدات ديالنا المدرسه، لان كتكون كيف ما قلت لكم الطرقات صعب فيها السياقه بزاف، يعني كيتانولا الترونسبور. هنا حنا دابا دخلنا لوطوروت كيف ما كتشوفوها هي حتى هي عامره بالثلج. كان واحد السيد عده مرات بعث لي طلب ديال باش نتحدث على واحد المهنه هنايا في كندا، وكنشكره من هذا المنبر لان عطاني الفرصه انني نعرف خبايا هاد الشغل هذا، وباش نعرف بانه واحد الشغل اللي هو سهل جدا ان المهاجر يجي يشتغل فيه مباشره بدون تقريبا بدون دراسه. قبل ما ندخل التفاصيل ديال هذه المهنه، نبغي نعرفكم اولا على المهنه، وهي بالفرنسيه كنقولوا انترفونو دو بروغرام كوركسيونيل، ولا كنقولوا جيستيونير كوركسيونيل، ولا اجون كوركسيونيل، يعني حارس في السجون ولا في الاصلاحيات. يعني كيف ما قلت هذا كتسمع بالجهد الثلج، يعني كيف ما قلت هاد المهنه هذه ما كتطلبش تقريبا ما كتطلبش حتى شي دراسه، يعني كتجيب البكالوريا اللي عندك فقط، هذاك الشيء اللي كيطلبوا، يعني من بين الشروط الاساسيه هي البكالوريا. كيف ما قلت فقط كتحتاج غير البكالوريا، هي يعني الشهاده الرئيسيه اللي كيطلبوا قبل ما يديروا لك التكوين الى غير ذلك. والبكالوريا ديالنا في البلدان ديالنا راه كيقبلوها هنايا، البكالوريا ديالنا راه هي
بالنسبه لهم دوز يمني، يعني نفسها تماما. بكالوريا ديال اي بلد كنعاود، بكالوريا ديال اي بلد راه مقبوله هنايا، يعني من خلالها ممكن الا بغيتي دير دراسات عليا او الا بغيتي تقدم بها على شي مهنه او لا شي حرفه معينه. انا خليت حتى وصلنا، حطينا الطوموبيل في الباركينغ هنايا لان كان الطريق بزاف فيها صداع، مع فيها ثلج بزاف كدير الصوت بزاف، وفضلت انني حتى نوصل عاد نكمل. عفوا. بالنسبه يعني لجميع هذه المعلومات اللي غادي نقول، انا غنخلي لكم عده روابط احبابي في صندوق الوصف. ودائما كنقول هذه المساله وكنتلقى نفس الاسئله، كيقولوا لي فينا هو الرابط ما لقيناهش، فينا هو صندوق الوصف ما لقيناهش. دائما كنقول لكم احبابي اللي ما عارفين شنو هو صندوق الوصف، راه غير عنده هذه السميه. هو راه عباره على واحد لافلاش صغيره في الاعلى تحت الفيديو، مباشره تحت الفيديو على اليمين، غير واحد لافلاش، واحد السهم الى الاسفل، هو مباشره تحت الفيديو على اليمين. كتضغطوا عليه كيبان لكم شي كتبه، هذيك الكتبه كتهبطوا حتى لتحت. انا كنخلي الروابط هما الاخرين، كتهبطوا حتى لتحت صندوق الوصف كتلقاو الروابط احبابي. يعني يعني جميع هذه المعلومات اللي غادي نقول راه غادي تلقاو روابط، وغادي تلقاو حتى كيفاش تبوستيلو، حتى كيفاش تقدموا على هذه المهنه هذه. غادي تلقاو عده روابط فيها معلومات كثيره حول هذه المهنه، فيها لي ديمارش اولا، فيها الخطوات اللي غادي نتبعوا باش تقدموا على هذه المهنه. وهذه المهنه بطبيعه الحال يعني بديهي انها كتخدموا مع دوله، يعني كيف ما قلت هذه المهنه ما فيهاش شروط كثيره ولا شروط اللي كتعجز نهائيا، الشروط ديالها سهله جدا. وبطبيعه الحال اي مهنه ولا اي برنامج راه فيه ضروري ما غادي خاص يكون، ما غادي يكون فيه الشروط اللي فاتني السيده. بالنسبه للشروط كيف ما قلت غادي نعاود نشير مره اخرى الى ان ممكن سواء كان عندك الجنسيه او لا كنتي مقيم دائم ممكن تقدم لهذا البرنامج. من بين الشروط الاوليه ولا الاساسيه هي البكالوريا، زائد انك تدير بما يسمى بسكوريزم، وهي يعني كدير واحد التكوين ديال الاسعافات الاوليه، وهو ساهل كيدار في يوم او يومين فقط. هذا خاص ضروري يكون عندك، وخاص ضروري يكون عندك بما يسمى ب سميتها رخصه سياقه 4A. شنو هي هذه رخصه السياقه 4A؟ هي السياقه ديال سيارات الاسعاف. خاص ملي تجي هنا لكندا، بطبيعه الحال ملي تجي هنا لكندا عاد غدير هاد الرخصه هذه ديال السياقه، لانه واخا تكون عندك في المغرب ما كي ولا في شي اي بلد اخر ما كيعترفوش بهاد المسائل، ضروري خاص تكون عندك هنايا في كندا. يعني ملي تجي لكندا عاد دير هاد الرخصه ديال السياقه ديال سياره الاسعاف، هي من بين الاشياء ولا من بين الشروط الضروريه باش تقدم على هاد المهنه. المهم انايا جيت كنهضر مع الناس صحابي اللي متبعيني، انت مالك؟ انا جيت هنايا، حنا كندورو في ايكيا باش اللي بانت لينا شي ميزه ولا شي حاجه. عجبني هاد البلايصه قلت غادي ندير فيها فيديو، الناس كيدوزو كيشوفو فيا كنهضر بوحدي. المهم غنكمل لكم احبابي. بالنسبه ان شاء الله الا عيطوا لكم وقبلوكم، فقط كدوزو معاهم امتحان شفوي وكتابي، يعني المهنه كلها سهله. انا قلت راجلي والله الا كون عقدمتي لها زوينه وسهله وفيها الصالير جيد جدا، على حسب احبابي التجربه ديالكم. يعني مثلا الا كان عندكم نتوما واحد التجربه طويله قبل في هذا الميدان مثلا في البلدان ديالكم، او لا كنتوا قارين هنا في كندا يعني ورا الباك قارين كوليج ولا يونيفرسيتي في نفس الدومين في نفس المجال، بطبيعة الحال كتكون عندكم الأولوية، وبطبيعة الحال كيكون الصالير ديالكم طالع على الصالير ديال واحد آخر يلا مبتدئ يلا بدا. كيبدا الصالير من 48 ألف دولار في السنة إلى 74 ألف دولار في السنة،
يعني ما شاء الله ما شاء الله، بالنسبه ل 140 حتى ل 50 الف دولار في السنه لخمسه اشخاص راه ديال في العائله، يعني راه كيعيشوا مرتاحين، فما بالك كيطلع حتى ل 74 حتى ل 75 الف دولار في السنه، يعني السالير ديالهم جيد جدا. هنا نقدر نهضر على واحد النقطه اساسيه اللي حتى هما بالنسبه لهم مهمه جدا، يعني اهم من هذه الشروط كلها، وهي الشخصيه ديال هذا الحارس ديال السجن او الحارس ديال الاصلاحيه. خاص تكون عنده واحد الشخصيه قويه ويكون كيقدر يندمج في اي يعني موضوع تحط فيه، في اي حدث تحط فيه، لانك تعرفوا السجون راه ما سهلاش والمسجونين راه ما سهلينش، يعني كيكون بزاف الاحداث اللي خطيره، يعني يمكن هذا الشخص هذا الحارس انه يستطع يلقى حل ويستطع انه يضبط المسجونين ويستطع انه يكون عنده واحد الشخصيه قويه ويكون فيرم، يعني يكون قاصح مع المسجونين. غادي تلقاو فيها في هذه الروابط جميع النقط اللي تطرقت عليها بالتفصيل الممل بما فيها كيفيه انك تبوستيلي انك تقدم لهذه المهنه بما فيها الصالير بما فيها الشروط الى غير ذلك، كل شيء غتلقاه بالتفصيل. يعني احبابي كنتمنى ان هذا الموضوع يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ونتلاقاو ان شاء الله في موضوع اخر في فيديو اخر مهم، وما تنساوش خليوا لي التعليقات ديالكم. وبغيت نقول لكم احبابي ما تنساوش انكم تدخلوا القناه ديالي الثانيه، وراه بدلت الاسميه ولات سميتها دابا جيهان السعديدي مغربيه في كندا، وتشتركوا اللي ما مشتركش وتخليوا لي تعليق احبابي، ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو قادم. احبكم في الله، جيهان من كندا تحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.